أوقات منوقع بخطأ صغير، وهذا الخطأ بيودي فينا لطرق غذائية غير سليمة. 4 خطوات أساسية لنحافظ على سلامة الغذاء، موضوع كارلا بخفيف نضيف لهلا. صباح الخير. صباح الخير جوزيف، كيفك؟ قلت لك اليوم رح نحكي عن موضوع بنت أو صبي. صح. أنتوا بالعيلة موجودة عندكم شي مطرح؟ انه حدا بفضل ايه، نحن عنا افضلية قوية جدا للبنات. للبنات؟ اها، الله يخلي لك ابنك. ايه اكيد اكيد، الله يخلي لي ابني. بس حتى من عائلتنا نحن 3 بنات، بقى مغرومين بالبنات، وانا بيي دائما بيقول عنده 3 بنات وبنت. مثل من زمان مرة اجت بنتي قالت لي تجيب صبي كول كاجو. بنتين وبنت، سوري، ايه صبيين وبنت عندي. قالت لي كول تجيب صبي كول كاجو، اكلت كل الشهر كل يوم جيبوا ايت كاجو، اكلها طلع معي الكوليسترول 600. بس اجا شو بنتها وصبيها؟ ما حبلت مرتي بوقتها. تاني على مجدرة جبنا توينز. على كل حال نحن عنا أفضلية قوية للبنات. هلأ طبعا مثل ما بيقولوا خلقة كاملة، هيدا أهم شيء، وكل واحد بنشكر ربنا على كل النعم بيعطينا إياها، بنت أو صبي تكون صحة كاملة وخلقة. أنا الله يخلي لي أولادي، بس عندي أكيد أفضلية مثلك كمان. يعني غير البنت بتجيب الفرحة، البنت بتجيب الاهتمام، وبعدين البنت بتحكي رقيقة، بتفسر، بسألها لبنتي مثلا، بسألها ستيفاني مثلا شو عملتوا اليوم؟ بنبلش من 8 ل 28 بنخبر بالتفاصيل. صحيح. مثلا نسأله لجو شو عملت اليوم؟ عادي. كلمتين. عادي، كلمة عادي مثل كل يوم، أوكي. بس لا يعني هيدي ما عادي، يعني ما خصكم بتصور يعني هيك شيء قال، او ما تعذبين كثير احكي. تفضلي كلا. لكن مثل ما قلت جوزيف، اليوم موضوعنا خاص بفصل الصيف، لان كل شيء له علاقه بسلامه الغذاء بنصير بنشدد عليه اكثر، لانه الطقس حار وجراثيم بتتراكم كثير وبتتزايد وبتصير بجو المفضل بفصل الصيف. نعم. فاليوم استعرنا بعض الفيديوز من اليوفيك، اليوروبيان فود انفورميشن كونسل، او اللي هو المجلس الاوروبي للمعلومات الغذائيه، بنوجه لهم تحيه كبيره، وكل الاشخاص اللي بيحبوا يفوتوا على الويب سايت تبع يوفيك او ياخذوا معلومات زياده، موجود باللغتين العربي والانجليزي. فهون الحقيقه جوزيف، نحن في حالات تسمم غذائي هائله بتصير وبتتزايد بفصل الصيف. نعم. واجمالا وقت نقول نحن انتبهوا على سلامه الغذاء، دغري شو بتفكر انت؟ بالمطعم نظيف الاكل، المطعم نظيف او لا؟ بس نسى السورس كمان حتى. صح. ومصدر الاكل من وين؟ بس بدي اقول لك جوزيف انه اكثر من 50% من حالات التسمم الغذائي عم بيكون كمان المصدر البيت او لا المنزل. لا. فنحن بالبيت هل عم نتبع طرق سليمه لسلامه الغذاء او طرق صحيحه لسلامه الغذاء؟ رح نحضر عده فيديوز ومنعلق عليهم انا وياك، هنو عم بيقطعوا. رح نبلش باول فيديو يلي بيجمع لنا الاربع أسس أو الخطوات الأساسية. أول شيء نحن لازم نقول أنه في عندك أنواع جراثيم كتير عم بتبين معنا على الشاشة، وقديش حالات التسمم اللي عم بتصير من وراء هيدول الجراثيم. وتبين أنه مثل ما قلنا 3/4 الحالات التسمم بتبلش من البيت، وفي عنا 4 طرق أساسية إذا اتبعناها نحن بنكون بألف خير. النظافة. نعم. فصل المأكولات المستوية عن النية. نطبخ بشكل جيد، وبنفس الوقت نجرب قد ما فينا نحط أو نحفظ الأطعمة بدرجات حرارة سليم. وعادة مثلا نحط بالبراد بعد الطبخ، هي بتاخذ لها فترة نص ساعة بس لتكون، لأنه أكثر فترة بينتقلوا فيها الجراثيم للأكل هي وعم ينقلوا من البارد، من السخن للبارد. للبارد 100%. نعم. رح نحكي عن درجة الحرارة بالتفصيل أنا وياك جوزيف، ورح نبلش بأول خطوة لازم نتبعها لنحكي عنها بالتفصيل. على فكرة أنا كنت بالبيت حطهم بس يسقع الأكل من ورا. صحيح. المرة الماضية حكيتي عن هالموضوع، أنه قد ما فينا، بس عندنا مشكلة هلا بنحكي عن درجة الحرارة، أنه أوقات بيطولوا ليبردوا، رح نحكي عنهم. رح نبلش بالأول بالنظافة. بعرف نحن شعب نظيف، الشعب العربي نظيف. يعني ما بحس أنه في عنا مشاكل، بس في بعض الأشياء الصغيرة بننساها. هلأ غسيل الإيدين هو لازم يكون ضروري قبل
وبعد مش لا. بس قبل تعقيم وتنظيف قد ما فينا حوالينا، ومثل ما بين عم بيقطع الفيديو بسرعة نجرب قد ما فينا ننظف ونغسل الفوط كمان، لانه اوقات بننسى. يعني حتى انا لو نشفت تنشيف بالفوطه ما كان في وسخ انا وعم بستعملها بعدها مصدر للجراثيم. فانا كل يومين نعم. بالكثير لازم اغلي الفوط او احطهم بالغساله. هو اكثر مطرح بتحمل فيه جراثيم هي الاسفنجه تبع الجلد. صحيح يعني. فالاسفنجه بالكثير اسبوع لازم تتغير. وعلى طول ننتبه انه يكون عندنا، اذا عندنا اسفنجه عم ننظف فيها تنقول بقايا دجاج بقايا اللحم، هاي ما بننظف فيها الكبايات، واذا حسينا كثير تلوثت نتخلص منها من كبها. انا بعرف انه من زمان كانوا يستعملوا الليفه اللي بيقطفوها من الشجره صحيح. كاسفنجة للجلي، واللي هي اكثر بتحمل جراثيم اقل من السفنج. عن جد تتنشف. هو المشكل بالسفنجة انه وقتها نتركها مي بقلب وعاء التنظيف بيتكاتل الجراثيم فيها. من هيك بعد ما نجلي وننظف بنكب المي ومننشف او نغسل الاسفنجة ونتركها تنشف من دون مي. وبعد اخر شيء مشان النظافة، نحن لانه كتير نضاف بنغسل او مننظف الدجاجة، وهي سبق وقلتها قبل بمرة، ما تنظفوا الدجاج. الدجاج تيروح الجراثيم منه بده ينسلق ويستوي على درجة حرارة تنكب عالية. ميته ولا لا؟ لا لا فيك تاكلها لان غليت المي. بس الوقت انت تحط مي وصابون واسفنجة على الدجاج ما رح تروح الجراثيم. يلي رح يصير انت رح تلوث المجلى ورح تلوث كل المطبخ والجراثيم بتمشي، وانت ما رح تلقط الجراثيم كلها خلال التنظيم. نرجع ننتقل للخطوة الثانية يلي هي نفصل بين كل شيء خصه بالدجاج واللحمه او لا هون الطبخ، طبخ على درجه عاليه. فهون عم نرجع نحكي على الدجاج مثلا، قد ما فينا نتاكد انه داخله خاصه على الباربيكيو انه هلا في مثل ما انت حطيت ترمومتر خصوصي، ولكن نحن بنعرف بالشوكه فينا نعرف يعني، بس هو فيك تقصها اكثر. هون كثير مهم انه اذا اللحمه فينا ناكلها نص نص، بس اللحمه المفرومه ممنوع تكون نص نص. وهون ننتبه، هلا بقول لك ليه، ننتبه على كل شيء خصه مرأة حامل واطفال او اشخاص مسنين. ما بنعطيهم اكل نص ني، ووقتها بدنا نرجع نسخن كل شيء باقي نتركه يغلي، واذا بالمايكرويف نتركه على الاقل دقيقه لحتى اذا عم سخن بالمايكرويف نتركه على الاقل دقيقه لتكون وصلت درجه الحراره للمية. اذا نص دقيقه ما بيكون سخن مزبوط. بالنسبه للستيك، ستيك شقفه واحده ما بيحمل جراثيم كثير، بينما اللحمه المفرومه جوزيف بتكون انقطعت وانفرمت. كل ما تتقطع وتنفرم كل ما الجراثيم اللي فيها بتزيد. فوقتها تطبخها وتتركها نية شوي بيكون فيها جراثيم، بينما الستيك قصيتها مره واحده ما قصيت عدة مرات، فالخطر انه يدخل فيها جراثيم. بس الجراثيم بتموت 100% على الحرارة العالية، على الحرارة العالية. والدجاج ممنوع منعا باتا ناكله نص ني، يعني الدجاج الوحيد بده يكون مستوي كله سوا، لا زهر ولا شيء، بده يكون ابيض، يكون ابيض. صحيح. أوكي. نرجع ننتقل بعد، عندنا اثنين فيديوز بنشوفهم، او الفيديو مشان بعتقد رح نفرجي كيف فينا نفصل، كثير مهم نفصل الني عن المستوي. دائما وقتها نعمل باربيكيو اذا اخذت بصحن ني جيب صحن ثاني للمستوي، دائما نفصله بالخشب التقطيع وبالبراد. دائما بننسى جوزيف بنحط الدجاج تحت وكل الاشياء حتى ما يوقع زوم او صوص او شيء. صح. ونفس الشيء انت وعم تشتري الاغراض، اذا انت شاري دجاج ولحمه ما بتحطهم مع الخضره، بتحطهم بالنسبه كمان الصحي من التتليج لفك الثلج فينا نطبخ دغري من دون ما نحط، فينا نطبخ دغري. ورح نحكي هلا على الحفظ كيف فينا كيف نحفظ الحراره، وطبعا كيف مندوي بالثلج. فكتير مهم هون ننتبه هلا بفصل الصيف على درجات الحراره. فبالنسبه لدرجات الحراره كنا عم نحكي انا وياك انه قديش بيبقوا على الكاونتر او على المجلى، مش اكثر من ساعتين.
اكثر شيء ساتن، واذا حسيتوا انه ما عم يبردوا بنفضيهم، يعني انا بفضي من الطنجره وخليهم يبردوا، بشيك انه البراد درجته 5 وبنتبه انه بالبراد الاكل ما بيضل اكثر من 3 ايام، يعني اي طبخه طبختها خلال 3 ايام بستهلكها. يعني اذا بدنا نطبخ لاكثر وين نحط؟ بفريزر؟ بنحط بالفريزر 100%. وبدنا ننتبه انه الرز على فكره بيبقى نهار واحد مش اكثر، ودائما كمان اذا مثل ما عم بتقول بدنا نضوي بالثلج عن الاطعمه نحطه قبل بنهار بالبراد، او اذا مضطرين. في مصطلح شعبي بيقولوا الرز بيرزرز اذا بقي اكثر، يعني في مصطلح هيك بيقولوا يعني مزبوط بالرز نهار واحد. يعني في كثير معلومات بدنا مره ثانيه ما نعرف الاكسبايري ديت على القصص اللي نحن بنطبخها وحتى بالفريزر نهار الجمعة. كيف نقدر نحددها؟ نهار الجمعه ان الله رب. انت مع الجمعه؟ لا منا لا مع الجمعه سبت انا معلش حضرني اكيد اوف كورس. سمعت شيء؟ سمعت كل هالمعلومات بدنا نستعملهم بمطبخنا. عاملك انا لحد هلا ولا مره تسممنا من الشيف حسين. شيف سلم دقيقتك تفضل. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. اربع وصفات لليوم رح نبلش فيهم هلا انا وياكم. باول فقره من فقرات رشه ملعقة عنا كيك الشوكولا، اول طبق عنا الكاساديس بالدجاج وايضا اللحم. عنا كمان مشاهدينا سلطة الشعيرية الباكستانية، وأيضا في عنا تتبيلة الدجاج بالحامض والكزبرة. بتاني فقرة رح نتبل الدجاج بالحامض والكزبرة. أما هل أنا وياكم دغري رح ننتقل مثل العادة بطبق الحلو لنفوته على الفرن على حرارة 180. لكن بالنسبة للكيك الفرن حامي عندي على حرارة 180، أما الكيك الشوكولا شو رح يكون؟ طيب رح جيب بيض، لكن بلشنا هون نحن مشاهدينا بكيك الشوكولا. رح حط انا بالخلاط الكهربائي بيض، نرجع ايضا منضيف سكر، لكن عندي بيض وعندي سكر، بشغل خفيئة الكهربائية، نرجع منضيف الفانيل كمان، منضيف الزيت النباتي والحليب، ايضا زيت نباتي، نرجع الحليب السائل. اوكي كمان مشاهدينا منضيف كمية من المي الفاترة، وايضا في عندي كاكاو، بعد في عنا كاكاو، وفي عنا ايضا مشاهدينا من الطحين، وعندي بيكنج باودر وبيكنج سودا ورشة ملح. هيدي رشة ملح اول شيء. خلينا نضيف باقي المكونات. طيب لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا طحين، رح ضيف الكاكاو، رح ضيف بيكنج باودر، رح ضيف ايضا بيكنج الصودا، رح اخلطهم حطهم بقالب مشاهدينا وفوتهم على الفرن على حراره 180، وبخبركم بعد شوي بالتفصيل عن كامل وصفتنا. عقلين شيف، هيسك عقلين اليوم. ليه؟ هلا خبرني بالبريك شو صاير معك امبارح؟ بريك.